إيران اتخذت عددا من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى قواعد التواجد الأمريكي بشكل كبير للغاية، وذلك ردا على خطوة متوقعة أن نراها ومتوقع أن نراها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة إيران خلال 48 ساعة القادمة. ولكن واحدة من هذه الخطوات هي جاءت عبر الحدود العراقية مباشرة إلى سوريا. وكالة عين الفرات ثبتت هذه التحركات ونشرت تقريرا وثقت فيه هذه التحركات يوم أمس للحرس الثوري الإيراني وللفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق تجاه سوريا. وواحدة من هذه التحركات التي جاءت كما تلاحظون هنا بحسب وكالة عين الفرات والكاميرات الخاصة بهم، قالوا بأن هذه الشاحنة التي تبدو مميزة للغاية وهي لأول مرة يرونها بهذا الشكل تستخدمها الفصائل قادمة من العراق، هي شحنة للسلاح كبيرة للغاية. العديد من هذه الشحنات دخلت بهذا الشكل الحرس الثوري الإيراني. بحسب هذه الوكالة اهتم كثيرا بهذه الشحنات إلى درجة أن كانت هنالك عربات بيك أب بهذا الشكل لديها طبعا رشاشات مضادة للطيران من أجل حماية هذه الشحنة إذا ما جاءت أي طائرة مسيرة أو طائرة حربية تحاول أن تستهدف هذه الشحنات. وكذلك ثبتت وكالة عين الفرات عددا من التفاصيل المتعلقة بتحشيدات كبيرة تأتي إلى غرب نهر الفرات. إذا ما حاولنا أن ندخل بهذه التفاصيل فقط لنعرف ما الذي جاء بالنسبة لهذه الشحنات، طبعا أكدت هذه الوكالة بأن هذه شحنات السلاح دخلت إلى البوكمال، وكذلك وصلت عددا من الشحنات كذلك إلى دير الزور بهذا الشكل. وكذلك هي أكدت بأن هنالك راجمات للصواريخ قد تم توزيعها وتنصيبها في مدينة الميادين وتحديدا في مدرسة يطلق عليها مدرسة عبد المنعم رياض، ليس في المدرسة نفسها ولكن في المباني الخالية التي هي لا يتواجد فيها أي أحد من المدنيين. توزعت هذه الراجمات، الحديث عن 40 منصة لإطلاق الصواريخ هي موجودة وموجهة مباشرة إلى أين؟ إلى المنطقة الصفراء التي ترونها، وهي المنطقة التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك تتواجد فيها قواعد للتحالف الدولي. والتركيز بالنسبة لهذه الراجمات بحسب وكالة عين الفرات هي موجهة إلى حقل العمر النفطي أينما تتواجد عناصر التحالف الدولي والقوات الأمريكية. وهذه المسافة والمسافة من هذه المنطقة من الميادين إلى هذه القاعدة تأتي على مسافة 8.5 كيلومترا، ليست صعبة أبدا بالنسبة إليها. وكذلك يجب أن ننتبه أن كانت هنالك شحنات أخرى من عدد من الوكالات الموجودة في الداخل السوري أيضا قد جاءت من الداخل العراقي، هي كانت محملة بالطائرات المسيرة وشوهدت في دير الزور وكذلك شوهدت في البوكمال. وبالتالي هنالك تحشيد كبير حتى للراجمات الصاروخية. بحسب نفس الوكالة قالت بأن هذه الراجمات الصاروخية أيضا قد تم تنصيبها في إحدى المناطق الموجودة وهي منطقة الكتف في البوكمال موجهة إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية بكل تأكيد، بل إن هنالك قوات إيرانية تابعة للواء 47 الإيرانية 180 عنصرا من هذه القوات توجهت أيضا إلى البوكمال بحسب نفس الوكالة بكل تأكيد، وأن هنالك شحنة فيها أسلحة مضادة للدروع أيضا توجهت إلى البوكمال وتحديدا في منطقة مهمة جدا موجودة في البوكمال، ليست منطقة الكتف ولكن منطقة مجاورة لها بكل تأكيد. وبالتالي البوكمال وتحشيد كبير في الميادين وكذلك التحشيد للطائرات المسيرة والصواريخ وشحنات السلاح في دير الزور يعني أيضا بأن قاعدة مهمة وهي قاعدة كونيكو والتي أيضا تتواجد فيها قوات التحالف الدولي، يعني بأن هذه القواعد بكل تأكيد أصبحت تحت الخطر. بل ما تمت ملاحظته من قبل وكالة عين الفرات بشكل حصري طبعا وبحسب تصوير كاميراتهم بأن هنالك تحركات للحرس الثوري الإيراني في البوكمال بشكل خطير للغاية، أحد أخطر قيادات الحرس الثوري الإيراني، بل في حقيقة الأمر قائد الحرس الثوري الإيراني في البوكمال هو لوحظ من قبل هذه الوكالة وهو موجود في البوكمال بهذا الشكل. نتحدث هنا عن هذا القائد وهو طبعا الحاج عسكر الذي تلاحظونه بهذا الشكل، هذا هو الحاج عسكر الذي ترونه بهذا الشكل والذي أكدت بأنه هو قائد للحرس الثوري في البوكمال وأنه يتواجد الآن في هذا المبنى تحديدا في هذه المنطقة المطلة على نهر الفرات. وبعد عملية استهداف قبل أسبوعين بطائرة مسيرة حاولت عملية اغتياله ولكنه نجا من هذه العملية، وكالة عين الفرات أكدت أن هنالك عمليات عسكرية يهدف لها الحرس الثوري الإيراني في هذه
المنطقة تحديدا التي نتحدث عنها، وفي طبعا ضد قوات سوريا الديمقراطية وكذلك قوات التحالف الدولي في هذا التوقيت بحسب هذه المعلومات. ولكن إذا ما أخذنا عددا من العلامات إلى هذا المنزل الذي يتواجد فيه هذا القائد، طبعا هو كان ملاحظا بأنه يقف في هذه المنطقة وهو يراقب بهذا الاتجاه هذا المبنى. طبعا واضح بالنسبة له بأنه ليس مبنى متكاملا حتى هذه اللحظة، مبنى مميز، هنالك بعض الأعمدة بهذا الاتجاه، هنالك بعض الأشكال المميزة التي ممكن أن نتعرف عليها من طبيعة البناء لهذا المبنى، كذلك أن هنالك جدارا كما نلاحظ بهذا الاتجاه، وهنالك فراغا في المنتصف لهذا الجدار وجدار آخر يأتي بهذه المنطقة، وبالتالي هذا الموقع واضح جدا أن هنالك جدار وفراغ وجدار، وأن هنالك كذلك مساحة مفتوحة بهذا الشكل بين هذا المبنى الذي يتواجد فيه قائد الحرس الثوري الإيراني وبين هنجر كما تلاحظون باللون الأزرق واللون الأبيض، والسقف هو يأتي بنفس الألوان طبعا بكل تأكيد، والواضح بأنه باللون الأزرق. بالإضافة إلى ذلك أن تصوير وكالة عين الفرات جاءت ووضحت أن هنالك مبنى آخر هو يأتي مجاورا إلى هذا المبنى، قالت بأنه تتواجد فيه أيضا الفصائل المسلحة الموالية لإيران منها العراقية كذلك، وهنا مبنى آخر أيضا كما تلاحظونه هو مبنى لا زال قيد الإنشاء ولكنه ليس هنالك إنشاء، هو متوقف طبعا، والأعمدة واضحة جدا للبناء بأن الأمور لم تكتمل. هذه النقطة والمبنى الآخر الذي رأيتمونه هو نقاط رصد وعملية تجميع معلومات استخبارية بكل تأكيد، وبالتالي إذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي لكي نعرف أين تقع هذه النقطة بكل تأكيد التي صورتها وكالة عين الفرات، وهل هي فعلا في ألبو كمال أم أنها في منطقة أخرى. بالتوجه الآن بالقمر الصناعي مباشرة إلى ألبو كمال لكي نحاول أن نتعرف على موقع هذا القائد تحديدا وأين هو كان متواجدا بحسب هذا التصوير. هذه هي ألبو كمال، هذا هو نهر الفرات، وهذا هو شرق نهر الفرات التي تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية بشكل كثيف، وكذلك هذه منطقة يطلق عليها بلدة سويعية أو قرية سويعية، وهنالك جسر يربط بين ألبو كمال وبين سويعية بكل تأكيد. دعونا نقترب من هذه المنطقة وتحديدا من جسر سويعية وهذه المنطقة الشمالية بهذا الاتجاه للتركيز عليها من ألبو كمال. هي تأتي إلى شرق نهر الفرات ولكن من منظورنا هنا هي تبدو وكأنها شمالية بكل تأكيد. بالنظر إلى هذه المنطقة فجسر هو بهذا الاتجاه جسر سويعية، وإلى شماله تحديدا وعلى نهر الفرات المنطقة التي نتحدث عنها هي تأتي بهذا الاتجاه. دعونا نأخذ لقطة أخرى باتجاه آخر تشبه تماما الصور التي ظهرت لنا من وكالة عين الفرات بوجودنا هنا بهذه المنطقة وباقترابنا تماما من هذا المنزل الذي تلاحظونه بهذا الشكل، فسنلاحظ بأننا فعلا أمام نفس العلامات. المنزل واضح جدا من طبيعة العلامات الخاصة به، وكذلك هذا الحائط وهذه المنطقة التي تأتي بين الحائطين المميزة، وهذه هي المسافة التي يأتي بعدها الهنجر الذي تحدثنا عنه بكل تأكيد. وبالتالي قائد وقائد الحرس الثوري الإيراني في ألبو كمال الذي كان ظاهرا في وكالتي وفي تقرير وكالة عين الفرات الحصري موجود في هذا المنزل الذي انتقل إليه حديثا. وكذلك إذا ما توجهنا لكي نتأكد من المنزلين التي طبعا قالت وكالة عين الفرات بأنها تتواجد فيها الفصائل المسلحة، واضح جدا هذا موقع وهذا الموقع الذي هو قيد البناء وقيد الإنشاء والأعمدة واضحة. إذا ما ابتعدنا من هذا الموقع فقط لنرى ما الذي جرى، من أين تم تصوير هذه المنطقة، ما هو مرشح طبعا بالنسبة للتصوير، الواضح جدا أن التصوير قد يكون جاء من هذا المبنى أو من هذا المبنى بهذا الاتجاه، خاصة وأن التصوير واضح جدا بأنه كان قادما بهذا الشكل، وهذا القائد كان يصور طبعا قائد الحرس الثوري الإيراني في ألبو كمال كان يصور بهذا الاتجاه وهو يراقب هذه المنطقة، وبالتالي يبدو أن المصور كان يقف في هذه المنطقة، قد تكون في أي من هذه المباني أو أي منطقة قريبة التي تبعد ما يقارب 0.4 كيلومترا تقريبا. وبالتالي الآن بأخذ صورة واسعة وموسعة الواضح جدا بأن هذا القائد كان يراقب هذه المنطقة بشكل مكثف. بالنسبة لقائد الحرس الثوري الإيراني الذي تحدثنا عنه هو يراقب كل صغيرة وكبيرة تجري في هذه المنطقة مع حقيقة الراجمات التي تحدثت عنها وكالة عين الفرات والتفاصيل العسكرية والاستخبارية. قد نكون فعلا أمام ضربات قادمة في الفترة القادمة بهذا الشكل الذي نلاحظه، وبالتالي هذا يعتبر تصعيدا وتحركا كثيفا عسكريا في المستوى السوري. في نفس الوقت
أن هنالك تحركات أيضا إيرانية صدرت اليوم بشكل مباشر من داخل ومن أعماق ومن داخل المنشآت النووية الإيرانية، تحدث عنها التلفزيون الإيراني، ثبتتها الواشنطن بوست الأمريكية حول تحرك على مستوى الكاميرات التي تستخدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في داخل المنشآت النووية الإيرانية. وبالتالي الإعلان الذي جاء من قبل إيران وما ثبتته الواشنطن بوست كما تحدثنا بأن إيران أوقفت كاميرتين من كاميرات المراقبة التي تستخدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة أما منشأة ناتانز أو منشأة فوردو، حتى هذه اللحظة ليس هنالك وضوحا أي من هذه المنشآت قامت إيران بعملية إغلاق أو إيقاف أو تفكيك الكاميرات الموجودة في هذه المنشآت. قد تكون إذا ما كانت الكاميرات موجودة في منشأة ناتانز النووية قد يعني هذا تصعيدا كبيرا، خاصة وأن هذه المنشأة يتم تخصيب اليورانيوم فيها بنسبة 60%، وبالنسبة لفوردو قد تكون أقل وطأة، خاصة وأن التخصيب بنسبة 20% إذا ما كانت الكاميرات قد تم تفكيكها من هذه المنطقة. كذلك قبل أن نبدأ هذا البرنامج كانت هنالك، وهذه الحلقة طبعا كانت هنالك أخبارا عاجلة قادمة من رويترز تتحدث بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغتها إيران بأن إيران ستقوم بتنصيب أجهزة إضافية من أجهزة الطرد المركزية لتخصيب اليورانيوم متطورة ومتقدمة في منشأة ناتانز النووية، في تهديد كبير وواضح بأن إيران قد تقوم بعملية التخصيب ورفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 90%. هذا التصعيد الإيراني ونسبة 90% طبعا تعني الوصول إلى القنبلة النووية بكل تأكيد، التخصيب بمستوى القنبلة النووية. وهذا التصعيد يأتي بسبب أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد بأنه سيدين وأن هنالك إدانة وتوبيخ موجه لإيران بسبب عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإجابة على مواقع سرية كانت فيها جزيئات لليورانيوم، ووجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات لليورانيوم طلبت من إيران تفسير، إيران لم تفسر الأمر وفسرتها في الأحرى، وهي قامت بوضع عدد من الإجابات، ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت بأن الإجابات ليست مقنعة على المستوى التقني. المثير بهذا الأمر بعد التفاصيل التي جاءت حول الكاميرات كانت هنالك تطوراً وتطوراً كبيراً، ألا وهو مكالمة هاتفية بين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبحسب رويترز إن المكالمة كانت مختصة ومرتبطة بشكل مباشر بالمفاوضات النووية وإنجاحها. ما الذي يجري بين روسيا وإيران؟ هل إيران متوجهة لإفشال الأمور أم لا؟ ليس واضحاً من خلال هذه المكالمة، ولكن تبدو إن هنالك كمساعي لإنجاح هذه الاتفاقية النووية. المثير بهذا الأمر أن إيران في موقف كبير للغاية الآن، خاصة وأن الإي 3، ونتحدث هنا عندما نقصد الإي 3 هي الدول الثلاثة الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، كانت قد أصدرت بيانا بشكل مباشر حول طبيعة الإدانة التي ستصدر ضد إيران، وطلبت عددا من الطلبات من إيران قبل هذه الإجراءات التي قامت بها إيران من تحركات بالفصائل وكذلك في الكاميرات، وبالتالي وتفكيك الكاميرات طبعا من المنشآت أو إحدى المنشآت النووية. وبالتالي هذه الدول الإي 3 أبلغت إيران بشكل مباشر من لغة البيان بأن اللغة ليست تصعيدية، نحن لا نريد أن نصعد ولن نحيلك يا إيران إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم تعاونك أو إجابات أو طرح إجابات للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أسئلة الوكالة الدولية، وكذلك نتمنى منك يا إيران أن توقفي عملك في عملية تخصيب اليورانيوم، أوقف العمل في تخصيب اليورانيوم واستخدام أوقف أجهزة الطرد المركزية IR-6 التي تخصبين فيها اليورانيوم، وكذلك IR-4 التي تخصبين فيها اليورانيوم. ونرجو منك أيضا أن لا تفكري يا إيران في مسائل لها علاقة أو ليس لها علاقة في الاتفاق النووي وهي خارج الاتفاق النووي مثل الحرس الثوري الإيراني، إشارة واضحة جدا. ونرجو منك أيضا أن توقفي مسألة الإنتاج لتخصيب اليورانيوم العالي للغاية بنسب 60% و 20% كما تحدثنا، ولننجح هذا الاتفاق النووي لا داعي لتأزيم الأمور بهذا الشكل. وبالتالي الأمور محتدمة في ظل التحركات الإيرانية التي نتحدث عنها، وهذا أوضح للولايات المتحدة الأمريكية بأن ظروف المفاوضات النووية ستعني فشل المفاوضات واحتماليات فشلها كبيرة للغاية، بل إن الأمر الأهم أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبحت أمام حقيقة، ألا وهي فقدان الطاقة الإيرانية التي من الممكن أن تكون مفيدة للعالم بأكمله وأسعار العالم على مستوى الغاز وعلى مستوى النفط وغيرها. ولذلك بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من وتيرة وسرعة الكلام المهم الموجه إلى المملكة العربية السعودية. موقع أكسيوس الأمريكي اليوم كشف بأن هنالك عددا من الأعضاء
وأعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي توجهوا مباشرة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن وطلبوا منه أن يعزز العلاقة بشكل أكبر مع المملكة العربية السعودية بما يخدم الأمن القومي الأمريكي أو المصالح القومية بالأحرى الأمريكية بشكل مباشر، وذلك يعود لأسباب مهمة جدا هي تحدثت عنها أساسا المتحدثة باسم البيت الأبيض. نتحدث هنا طبعا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض الجديدة وهي كارين جون بيير. هذه طبعا تحدثت وقالت بأن المملكة العربية السعودية يوم أمس تحدثت في مؤتمر صحفي بأنها مهمة جدا على المستوى الإقليمي والاستراتيجي للعالم بأكمله، مدح كبير جدا للمملكة العربية السعودية بسبب أن هنالك قضية مهمة يجب أن ننتبه إليها، بأن هنالك تسجيل أرقام كبيرة جدا على مستوى الناتج المحلي السعودي. فبحسب التريدينج إيكونوميكس سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا ونموا في الناتج المحلي بنسبة 9.9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وهذه النسبة هي تعتبر النسبة الأعلى بالنسبة للمملكة العربية السعودية والنمو الأعلى منذ الربع الثالث في عام 2011. نتيجة كبيرة جدا بالنسبة للمملكة. وإذا ما دخلنا في تفاصيل هذا النمو سنلاحظ بأن النمو وصل 9.9 مقارنة طبعا نلاحظ في الشهر الأول في جانيوري طبعا وما بعد جانيوري، نتحدث بعد يناير أن الارتفاع كان كبيرا منذ فترة كورونا وانتهاء مسألة كورونا. الآن واضح أن هنالك تطورا كبيرا، كذلك نمو كبير في الناتج المحلي السعودي على مستوى الأنشطة النفطية بنسبة 20.3%، وكذلك الأنشطة الغير نفطية حققوا أيضا نموا بنسبة 3.7% بالنسبة للمملكة العربية السعودية. وبالتالي واضح جدا أن الولايات المتحدة بحاجة للمملكة العربية السعودية، حتى أن الوولد بانك قد تحدث البنك الدولي بشكل مهم بأن المملكة العربية السعودية ستكون قد حققت 7% من النمو خلال هذا العام على هذا المستوى وعلى مستوى الجي دي بي. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تراهن على الورقة الخليجية بشكل أكبر للفترة القادمة من أجل الوصول إلى نتيجة حقيقية تجاه مسألة الكوارث التي هي تجري الآن مع إيران وكذلك مع روسيا وأوكرانيا.